بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأعظم الله لنا ولكم الأجر وأعظمه بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة معاوية وظاهرة وضع الحديث القسم الثالث. أرحب باسمكم بضيفنا الدائم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. هل يمكن ذكر خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه من أهم النتائج والأبحاث التي انتهينا إليها في الحلقة السابقة هو أن جملة من أعلام النهج الأموي، نعم، أمثال ابن حجر وأمثال ابن قيم، وهذه الطبقة من أركان وأساطين المدرسة الأموية والنهج الأموي، ذكروا أنه لا يوجد عندنا أي أصل مسند وصحيح لإثبات أي فضيلة من فضائل معاوية بن أبي سفيان. وهذه قضية مركزية، بودي أن المشاهد الكريم والمحقق في مثل هذه المجالات عندما يجد أن تلك الكتب التي كتبت في فضائل معاوية بالخصوص أو في فضائل بني أمية بالعموم، لابد أن يعلم أن هذه الفضائل إنما هي من الأحاديث الموضوعة والمجعولة. لا فرق بين أن تكون هذه الفضائل وردت في كتب المتقدمين أو وردت في كتب المتأخرين والمعاصرين، وقد أشرنا إلى هذه الحقيقة في البحث السابق. وهنا بودي أن أشير إلى أنه بناء على هذا الأصل يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، وهو أنه لا يوجد أي أصل صحيح لهذه الحقيقة، حتى أن المشاهد الكريم يتذكر ما قلنا، أحسنتم، ويتواصل معنا، يتذكر المشاهد أن هذه الحقيقة أشرنا إليها من خلال كتاب فتح الباري الشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي قلنا أنه أحد أركان وأساطين النهج الأموي. في المجلد السابع هناك في الصفحة 132 من الكتاب يقول: وأخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية، فأطرق ثم قال: اعلم أن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أعداؤه يقولون أنهم لا يجدون عيبا على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ماذا فعلوا؟ يقول: فعمدوا إلى رجل قد حاربه، وليس هو إلا معاوية كما نعلم، فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادا منهم لعلي. يعني لا حبا لمعاوية، بل بغضا لعلي. ماذا؟ بغضا لعلي. فأشار بهذا إلى ما اختلقوه. إذن هي من المختلقات، من الموضوعات، من المجعولات. فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. ولذا في سير أعلام النبلاء الذهبي بشكل واضح وصريح يقول أنه كل ما ذكر من الفضائل لمعاوية فإنه من المختلقات والموضوعات والمجعولات. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، التفتوا جيدا،
جيدا. هذه هي النقطة التي أريد أن أضيفها في هذه الليلة. قال: وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهوي والنسائي وغيرهما، والله أعلم. السؤال المطروح هنا، هذا البحث الذي نريد أن نشير إليه في هذه الليلة. نعم. دكتور، إذا ثبت أنه لا أصل لأي حديث في فضائل معاوية، إذن هذه الأحاديث الكثيرة في فضائل معاوية من الذي جعلها؟ أحسنتم. أنا لا أتصور أن اللبيب، أن المنصف، أن العاقل، أن المدقق والمتدبر يقول بأنه ليس لهذه الأحاديث من واضع إلا بني أمية أنفسهم. أحسنتم. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن نقول أن هذه الأحاديث وضعت في زمن بني العباس مثلا. أبداً. لأنه لو فقط حاربوهم الناس، إنما وضعوا هذه الأحاديث تزلفا وتقربا إلى البلاط الأموي. نعم. أما وقد زال الحكم الأموي وذهب هذا وباد هذا الحكم، إذن لماذا يضعون الأحاديث في هذا المجال؟ ولا يمكن لأحد أن يقول أن هذه الأحاديث وضعت في زمن الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث. لعل بعض هذه الأحاديث بدأ الوضع فيها في زمن عثمان، ولكنه بطبيعي لم تكن قضية ممنهجة وعلمية ومدروسة وواسعة حتى نقول أنه وقد وردت هناك روايات كثيرة في فضائل ماذا؟ معاوية. هذا خير شاهد على أن الجهاز الأموي والحكم الأموي وبالخصوص معاوية كان عنده هناك أجهزة إعلامية مدروسة وممنهجة لوضع الأحاديث في فضائل من؟ معاوية في فضائل بني أمية وفي فضائل معاوية وفي فضائل أمثال هؤلاء الناس، كما هو واضح وصريح. إذن الدليل الأول الذي نستند إليه لإثبات أن عهد بني أمية كان هو المبدأ لانتشار ظاهرة وضع الأحاديث، الدليل الأول هي هذه الأحاديث الموضوعة المجهولة التي جاءت والمجعولة التي جاءت في فضل معاوية وفي فضل بني أمية بشكل عام، ولا أصل لها كما صرح بها أساطين الاتجاه الأموي أمثال ابن قيم وأمثال ابن حجر العسقلاني وأمثال الذهبي في سير أعلام النبلاء. أحسنتم كثيرا، وشهد شاهد من أهلها. أحسن. إذن سماحة السيد، ما هي القواعد المنهجية التي اتبعها بنو أمية لوضع الأحاديث وجعلها؟ نعم. وهذه هي قضية بودي أن المشاهد الكريم يصبر معي قليلا ويتأمل معي قليلا لمعرفة ما هي القواعد، ما هي الخطوات، ما هي الأمور التي اتبعها هذا الحكم وهذا النهج لوضع الأحاديث. طبعا يكون في علم المشاهد الكريم أن هذه الأحاديث فقط لم تقتصر على وضع الفضائل لبني أمية عموما ولمعاوية خصوصا، لا 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 أبدا، وإنما هناك كثير من الروايات الموضوعة وضعت في هذا العهد لفضائل الصحابة المناوئين لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. والقاعدة التي أشار إليها أحمد بن حنبل واضحة، يقول بأنهم كان له أعداء فذهبوا إلى معاوية، لا فقط إلى معاوية، وإنما أرادوا أن يغيظوا عليا وأهل البيت، فحاولوا رفع أن شأن الصحابة. نعم. فأنتم يطروا شأن الصحابة الذين كانوا يعادون ماذا؟ يعادون عليا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل دكتور لم يتوقف الأمر عند هذا، هؤلاء لأنهم لم يدخل الإسلام حقيقة وواقعا، هؤلاء كانوا كفار واضطروا أن يظهروا الإسلام وبقوا على ماذا في الباطن؟ على الكفر والنفاق. هؤلاء كانوا رؤوس المنافقين بني أمية، كلهم كانوا من النواصب،
بتصريح وبيان ابن كثير في البداية والنهاية. ومن الواضح أن الناصبي الذي يعادي عليا بمقتضى الحديث الثابت عن رسول الله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، إذن هؤلاء كلهم ماذا؟ منافقون. كلهم منافقون. إذن القضية لم تقتصر على وضع الأحاديث في فضائل بعض الصحابة الذين ناوؤوا عليا، بل تجاوز ذلك. إن شاء الله تعالى هاي القواعد أنا أو الأسس دا أشير إليها، وإن شاء الله شواهدها أذكرها في الأبحاث اللاحقة، لأن الوقت لا يسع كما هو واضح. بل أكثر من ذلك، جاءوا إلى كل فضيلة ثبتت لعلي ولأهل البيت وضعوا وجعلوا رواية ونصا على لسان رسول الله لصحابي من الصحابة يضاهي تلك الفضيلة. أحسنتم. يعني إذا ثبت أن عليا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قالوا في أبي بكر لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا عندما أقول قالوا في أبي بكر، هم صرحوا أن هذه الرواية من الموضوعات والمجعولات. سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، قالوا إلا باب ماذا؟ إلا باب أبي بكر، وهكذا. هي مرتبطة بعلي، قالوا مرتبطة ماذا؟ إذن المرحلة الأخرى أو القاعدة الأخرى التي استندوا إليها هم أنهم جاءوا إلى أي فضيلة ثابتة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام جعلوا ما يشابهها أو يضاهيها لأعداء ماذا؟ لأعداء علي أو لعموم الصحابة، أو لعموم الصحابة. هذا الأصل الآخر. نعم. الأصل الأخير، وهو من أهم الأعمال التي قام بها بنو أمية، هو أنهم حاولوا أن يقضوا على الإسلام من الداخل. أحسنت. وكثير من التصرفات التي قام بها بنو أمية عموما ومعاوية بالخصوص كان الهدف منها ماذا؟ القضاء على الإسلام. كيف يقضون على الإسلام؟ أولا بأن ينتهكوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن يقولوا أشياء على لسان رسول الله ليس لها معنى إلا انتقاص ماذا؟ رسول مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله. والعجيب أنهم استندوا في هذه الحرب القذرة، استندوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله. يعني إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أن كثير من هذه الروايات التي وردت في كتب الأحاديث والصحاح على لسان عائشة، أنا في اعتقادي أنها من موضوعات من؟ من موضوعات بني أمية. أحسنتم. نعم. لأنهم السامع عندما يسمع أن عائشة قالت هذا عن رسول يصدق الله، نعم. يصدق الإنسان. لماذا؟ لأنه يقول بأنه هذا زوج النبي صلى الله عليه وآله، لا يعقل أنها تكذب على النبي. إذن جاءوا حتى يخربوا النبي الأكرم صلى الله عليه ويقضوا على شريعته، استندوا إلى أقرب الناس إليه. هسه هذا سبب آخر، وهو أن عائشة كان لها موقف سلبي من بني أمية. أحسنت. وهذا أيضا دليل آخر يثبت لنا لماذا أنهم هؤلاء فعلوا بأم المؤمنين عائشة ما فعلوا. هذه مجموعة الأبحاث التي نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة والحلقات القادمة أن نقف عليها، ليتبين مدى الضرر العظيم الذي وجهه معاوية وبنو أمية إلى الإسلام، وآثار ذلك قائمة إلى يومنا هذا، سواء كانوا من كتاب أو أقلام أو علماء أو منابر أو مساجد وغير ذلك. نحن نجد نفس النهج الأموي إلى الآن حاكم على ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة، بودي أنه ندخل إلى الأصل الأول. نعم. والقاعدة الأولى التي استند إليها بني أمية للتلاعب بماذا؟ بالدين وبمعارف الدين وبأحكام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. القاعدة الأولى التي استندوا إليها هي تبديل قواعد الجرح والتعديل. حسنت. يعني نحن نعلم بأنه أهم طريق عندنا للوصول إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إنما يمر ماذا؟ يمر من خلال الرواة الذين نقلوا لنا هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هم جاءوا وماذا فعلوا؟ قالوا كل راو إذا كان محبا لعلي فهو صاحب بدعة
على هذا الأساس يمكن الاستناد إلى الروايات التي ينقلها أو لا يمكن؟ لا يمكن على هذا المبدأ. ومن هنا أسقطوا كثيرا من الروايات باعتبار أن الرواة لها ماذا؟ هم من الشيعة. طبعا لا بد أن يكون المشاهد الكريم على ذكر مما ذكرناه في البحث السابق من نقول شيعة، الشيعة بالمعنى الذي هم فسروا، يعني يحب عليا وانحرف ماذا؟ عن معاوية. عن معاوية، هذا هو الشيعي عنده، لا يقول بالإمامة ولا بالعصمة، قال بالإمامة وقال بالعصمة وقال بالأئمة الاثني عشر وقال بحياة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. لا لا، مو هذا الكلام. ولهذا اتهموا أمثال ابن عبد البر بأنه شيعي. النسائي. اتهموا النسائي بأنه شيعي. ابن أبي الحديد. اتهموا الحاكم بأنه شيعي. اتهموا ابن أبي الحديد بأنه شيعي. بل اتضح من بعض الأمويين المعاصرين، الأمويين الجدد والنهج الأموي المحدث، وجدنا أنهم حتى الذهبي اتهموه بأنه ماذا؟ شيعي. منحرف عن معاوية وأنه شيعي. غريب بعد واقعا، انسان يغرق. كما قرانا في نعم. الكتاب الذي اشرنا عن اربأ بنفسي ان اذكر اسمه هنا. اذا على هذا الاساس عندما نقول شيعي مو مراد يعني المعتقد بالاصطلاح المعروف بالاصطلاح الذي عندنا في هذا اليوم، لا لا، مراد يعني من احب عليا وانحرف ماذا؟ عن معاوية. وانحرف عن معاوية. اسقطوا اعتباره من ديوان علم الرجال، فصفى الجو لمن؟ أحسن، لأعداء علي وخصومي. جزاك الله خيرا. فصفى الجو لأولئك الذين كانوا يعادون عليا ويبغضون ويشتمونه ويسبونه على المنابر، هذا أولا. وهؤلاء يعتقدون أنه توجد حرمة لعلي أو لا توجد حرمة لعلي، فوضعوا ما شاءوا من الأحاديث ماذا؟ أحسنت، على رسول الله، في على لسان رسول الله، في ذم علي وفي ذم أهل البيت وفي مدح ماذا؟ معاوية وعموم الصحابة. نعم أحسنتم، هذه القاعدة. وخصوصا إذا أضفنا إلى هذا الأصل أصل آخر لا بد أن يلتفت إليه، وهو أنه منع من كتابة الحديث وتدوين الحديث. يعني لا توجد هناك مرجعية حتى نرجع أن هذا الحديث هل قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله. أحسنتم. إذن هذا هو الأصل الذي مشى عليه هؤلاء. إذن عندما يأتي شيعي فهو صاحب بدعة يعتمد عليه في النقل أو لا يعتمد. لا يعتمد. وعندما يأتي ناصبي فهو ثقة متدين يعتمد على حتى الخارجي. بل حتى النواصب، بل الخوارج والنواصب. وقد يقول لي قائل سيدنا هل يوجد نص يثبت هذه الحقيقة التي أنتم تقولونها؟ الجواب نعم بشكل واضح وصريح. انظروا إلى كتاب تهذيب التهذيب تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني شهاب الدين العسقلاني، والذي قلنا أنه يعد أحد أركان النهج الأموي والمدرسة الأموية في ذلك الزمان. في تهذيب التهذيب المجلد الثالث صفحة 480، بودي أن المشاهد الكريم هذه العبارات يلتفت إليها جيدا. يقول وقد كنت من؟ ابن حجر. نعم. العسقلاني يقول نعم. وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا. يقول كنت أستشكل كيف يمكن أن الإنسان يوثق من؟ ناصبي. الناصبي. وتوهينهم الشيعة مطلقة، وأن الشيعة يعني محبو علي المنحرفون عن معاوية، مو الشيعة المعتقدون بإمامة علي. نعم. بالمعنى الذي تقدم بعد في البحث السابق. نعم. يقول واقعا كنت أرى أنه من العجب العجاب أن الناصبي يوثق وأن الشيعي يوهن ويضعف. نعم. ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فكان مقتضى القاعدة أن تكون ماذا؟ بالعكس. بالعكس، يعني أن يوثق المحب. نعم. وأن يوهن ماذا؟ المبغض. المبغض. كنت أستغرب، هذا مراد رسول الله؟ جيد جدا. ولكنه هسه بعد توجيه وهن هو وابن تيمية وكل من هم أصحاب النهج الأموي والهوى الأموي، يقول إلى أن انتهيت إلى هذا. يقول وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب، هاي بعد التحقيقات. نعم. انتهى إلى هذه الحقيقة. فأكثر
من يوصف بالناصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. عجيب. وهذا المنهج قائم اليوم. وهذا هو الدين الأموي. أحسن. يعني الآن الشيعي كذب 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 كذب. الآن أنتم تجدون يعني انظروا إلى فضائياتهم واقعا بلا استثناء، تجدون لعله القاموس الذي تدور أو الكلمة الذي يدور عليه قاموس كلماتهم يكذبون 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 يكذبون. أحسن. وكأنه أشربوا بهذه الكلمة. كأن هناك من علاقة بين حب علي والكذب. أحسنتم. هو هذا يردون على رسول الله, الله صلى الله عليه. أحسنتم. يعني بني على هذا واقعا. أنا واقعا ما أريد أدخل في قضايا التحدي، ولكن أنتم اسمعوا إليهم، إذا استطاع أن يتكلم 10 كلمات بلا أن يقول 3 مرات أن الشيعة يكذبون، أن الروافض يكذبون، لكم الحق. نعم. هذا معناه أنه أساسهم بني ماذا؟ وهذه أيضا ثابت في علم النفس، بأن الذي بني أساسه على الكذب يحاول أن يسقط هذا على ماذا؟ على الآخرين. حالة الإسقاط التي يسقطونها على الآخرين. أحسنت. لأنه بني أساسهم على الكذب، لأنه بني النفاق على أساس الكذب، فيتهدي غيره. جزاك الله خيرا. نعم. يقول فأكثر من يوصف بالنصب، ونعلم معنى النصب يعني ينصبون العداء لعلي وأهل بيته. نعم. يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. لا إله. وأنا لا أعلم أي دين هذا الذي يقول عنه رسول الله أنه ولا يبغضك إلا منافق. أي دين هذا؟ الجواب هو الدين الأموي. أحسنت. هو الإسلام الأموي. والصدق الأموي. والصدق الأموي. أحسنتم. نعم. هذا الذي أنا من اليوم الأول طرحت هذه الأبحاث تحت عنوان معالم الإسلام الأموي. البعض في وقته أشكل علي أو اعترض، قال سيدنا وهل الأمويين إسلام خاص بهم؟ قلت سيتضح لكم قواعدهم في الإسلام الذي يعتقدون، وهو أنه لا بد أن يكون دينهم هو بغض ماذا؟ هو بغض من أحبه الله ورسوله. من أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله وطهره تطهيرا. نعم. هذا دينهم. دينهم هو معاداة وبغض من هم من أهل الكتاب الذين طهرهم الله تطهيرا. أحسنتم. دينهم هو محاربة من قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا هو دينهم. ولهذا يقول يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الإخبار أو الأخبار. شوفوا، إذن هذا فد أصل بنوا عليه. أساس قديم. أحسنتم. أساس قديم، أنه إذا ارتبط بأهل البيت إذن لابد أول طريق لإسقاطه ما هو؟ أن يكذب. اتهامه بالكذب. نعم. اتهامه بالكذب. ولذا أنت تجد هذه الجملة متكررة الورود في كلمات شيخ الأمويين، أن الشيعة أكذب الناس، أن الشيعة أكذب الناس. لماذا؟ باعتبار يرى أنه إذا كانوا الشيعة صادقين إذن هم ماذا؟ سيفتضح أمرهم. أحسنت. لأن هؤلاء يقولون فضائل علي وأهل البيت. نفس القضية اللي الآن نجدها في الواقع السياسي، من يخالف إسرائيل، من يخالف أمريكا فهو ماذا؟ فهو إرهابي. أحسنت. من ينحرف عن معاوية وعن بني أمية فهو ماذا؟ كذاب. فهو كذاب لا يتورع عن الكذب. أحسنت. هذا هو الأصل الذي بنى عليه هؤلاء. هسه لقائل أن يقول سيدنا هل توجد تطبيقات لهذه القاعدة التي أنتم تقولون؟ الجواب التفتوا، أنا الليلة في هذه الليلة أريد أن أشير إلى تطبيقين، وإن كنت أتأخر على المشاهد الكريم ولكنه فلينتظر. التطبيق الأول فيما يتعلق بعمران ابن حطان الخارج. أنا قبل أن أقول من هو عمران ابن حطان، بودي أن المشاهد الكريم يأتي معي ليعرف من هو عمران ابن حطان في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الرابع صفحة 214. قال عمران ابن حطان ابن ظبيان السدوسي البصري من أعيان العلماء، لكنه من رؤوس الخوارج. أحسنت. جيد. هسه إلى هنا واضح أن هذا الإنسان ماذا؟ خارجي. نعم. بل ماذا؟
بل من رؤوسهم بل من علمائهم كما يمرق يقول. من الدين كما يمرق السهم من الرمي. نعم. ولكنه محل الشاهد في صفحة 215، وكان من الشعراء الكبار أيضا. نعم صحيح. قال: ومن شعره في مصرع علي رضي الله عنه، يمدح بن ملجم بليه، يا ضربة من تقي، يصف بن ملجم. إذن لا الآن واقعا أنت تجد أكو أدبيات خاصة ببني أمية وبالخوارج. نعم. وهي أنه من يقتل علي فهو ماذا؟ تقي. فهو التقي. أما من يوالي علي بعد ماذا يكون؟ كذاب يكون لا ورع له، لا ورع له، وكذاب وفاسق. نعم. هذا هو الميزان، هذا هو الدين الذي بناه لنا بنو أمية ويدافع عنه هؤلاء الذين الآن نسمعهم على المنابر وعلى الفضائيات. هذا هو دينهم، أقسم بالله أن هذا دينهم، وإلا إن كانوا صادقين فليأتوا ويتبرأوا من هؤلاء. أحسن. ولكنه لن يتبرأ أحد منهم. آخر المطاف يقول اجتهد فأخطأ. آخر المطاف. أحسن. اجتهد فأخطأ في قبال من؟ في قبال نص رسول الله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لقتله علي، لقتله لا لغير شيء. لا بل وإلا هو لا يوجد عنده ابن ملجم، لا يوجد عنده شيء آخر. كيف صار أوفى البرية؟ أوفى قلت لكم هذا هو الدين ماذا؟ الأموي. هذا هو الإسلام الأموي، هذه هي العقيدة الديانة الأموي. جيد. هسه قد يقول لقائل: سيدنا هاي القضية مرتبطة بالخوارج، بعمران بن حطان، ما هي علاقتها بنا؟ نعم. ببحثنا نحن لا نحترمه ولا واقعا نحترمه. أحسنتم، لا علاقة. الجواب: لا يا أخي العزيز، لو كانت القضية مرتبطة فقط بعمران بن حطان والله ما كان عندي مشكلة. أنا عندي مشكلة مع معكم الذين تقولون أن البخاري أورع الناس، أن البخاري أتقى الناس، أن البخاري أصدق الناس، أن البخاري كتابه أصح كتاب بعد ماذا؟ بعد القرآن، بعد كتاب الله. جيد. هذا الأصح بعد كتاب الله مفروض أو ينبغي له أن ينقل رواية في سندها عمران بن حطان رأس الخوارج، الذي هو رأس الخوارج، الذي يمدح قاتل علي، ولا أقل هو الخليفة الرابع. أحسن. ولا أقل هو من العشرة المبشرة بالجنة، رسول الله. ولا أقل هذا تعتقدون به. ولكن يظهر هذا القدر أيضا ماذا؟ لا يعتقدون به. انظروا ماذا يقول الإمام البخاري. هذه الرواية أنقلها لكم من مختصر صحيح الإمام البخاري للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، باعتبار هذا الكتاب لم نخرجه سابقا، يعني لم نأتي به للمشاهد، ولذا أضطر أنه أقرأه كاملا. للعلامة المحدث الألباني، الطبعة الشرعية الوحيدة، الجزء الرابع، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض. خلي أشير أيضا إلى الطبعة الموجودة. قال: الطبعة الأولى للطبعة الشرعية الوحيدة 1422 من الهجرة، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية إلى آخره. هناك في المجلد الرابع هكذا يقول، بودي في صفحة 39 من الكتاب. نعم. قال: ومن طريق عمران بن حطان. هاي الرواية هذا الكتاب مختصر ماذا؟ صحيح البخاري. أحسن. فده ينقل ماذا؟ يعني أن البخاري ينقل عمن؟ عن عمران بن حطان. قال: سألت عائشة عن الحرير إلى آخره. المهم عندي الحاشية، التفتوا لي جيدا، المهم عندي الحاشية اللي هي حاشية العلامة الألباني. يقول: عمران بن حطان من رؤوس الخوارج وشعرائهم، وهو الذي مدح ابن ملجم أو ملجم الشقي، أشقى الآخرين. التفتوا، الألباني يعتبره ماذا؟ لقول رسول الله بلي 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 أحسنتم. نعم. ابن ملجم الشقي قاتل سيدنا علي، يقول هو الذي مدح ابن ملجم بالأبيات المشهورة.
قال بعضهم، لأنه هو لا يستطيع أن يوجه هذا العمل لمن؟ للبخاري، أنه كيف يمكن التوجيه؟ قال بعضهم، يظهر أنه مو رأيه، ولكنه ماذا يفعل؟ هل يسقط البخاري؟ هل يتهم البخاري بالهول؟ تقوم القائمة عليه. أحسنتم. قال بعضهم إنما أخرج له البخاري على قاعدته. ما هي القاعدة التي يستند إليها البخاري؟ بودي أيها المشاهد الكريم، للمحققين اللي يريدون يرجعون إلى البخاري ويتأملون حتى يعرفون قاعدة البخاري، على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع. لا إله إلا الله، عجيب. خب يا إمام، يا أيها الإمام البخاري، ما دام أنت تخرج عن ماذا؟ عن أعداء علي. لا لا، مو أعداء، عن المبتدعين. نعم. خو الشيعة أيضا ماذا؟ مبتدعون عندكم. عندكم. خو هاي أيضا أخرجوا لهم الرواية. لماذا؟ عندهم مشكلة لماذا؟ حبوا علي. لماذا عندما تصل إلى هاي البدعة؟ لا يجوز. لا يجوز. إلى هذه البدعة. يجوز. وإذا تبين عندنا بدعة محمودة وبدعة ماذا؟ مذمومة. تبين أنه مو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. لا، بعض البدع ماذا؟ توصل الإنسان إلى الجنة وإلى النجاة. نعم. مثل هذه البدع إذا كان فيها بغض علي، إذا كان فيها بغض علي فهي بدعة حسنة. نعم. وأنا إنما أقف عند هذه النقاط حتى يتضح للمشاهد، حتى يتابع الفضائيات، يتابع كلمات المتكلمين، يتابع هؤلاء الذين قبلهم 10 عناوين وعشرة أكاديمي ودكتور ومحقق وشيخ ومعلم وكذا، وبعد كلماتهم حفظه الله وإلى غير ذلك، حتى يعرف بأنه النفس الذي ينطلقون، الدافع أو المنطلقات، منطلقات ماذا؟ منطلقات أموية، منطلقات قائمة على بغض علي. وأقسم بالله العظيم عندما يقولون نحب عليا يكذبون في ذلك، ولكن ينتقون الناس، لأنهم يعرفون إذا قالوا أننا نبغض عليا سقطوا ماذا؟ من حساب المسلمين. أحسن. من حساب المسلمين، لا يبقى لهم أي قيمة على أي الأحوال. هسه أضرب الشاهد مثال على ذلك. قال إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينا. فإذا عمران بن حطان ما هو؟ متدين، صادق متدين اللهجة. يعني قتل علي يسقط عدالته أو لا يسقط؟ أبدا، يسقط. يزيده تدينا وصدقا. أحسنتم. يزيد حسابه عند الله، أوفى الناس عند الله ميزانا. هذا من؟ هذا منه؟ هذا هو رأي الألباني توجيها لكلام من؟ توجيها لنقل البخاري أو إخراج عن عمران بن حطان. خب جيد جدا، إلى هنا ما عندنا مشكلة. أكو مشكلة؟ لا، هذا رأيه. خب جيد جدا، ماذا يقول البخاري في جعفر بن محمد الصادق؟ وقع عن جعفر بن محمد الصادق مو متدين؟ ليس صادقا. ليس صادقا. أنا فقط أقول كلمة أو كلمتين. من هو جعفر بن محمد؟ من هو جعفر بن محمد؟ المشاهد الكريم بيودي أنه يصبر معي قليلا. من هو جعفر بن محمد؟ هذا كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، المجلد الأول، صفحة 379. قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، بر صادق كبير الشأن أيها المسلمون في العالم. التفتوا، لم يحتج به البخاري. لا إله إلا الله، لأنه بر تقي علي الشأن. ما لا أعلم واقعا، هذا السؤال لابد أن يسأل البخاري. ليس من أهل البدع هذا. ليس مبتدعا. لا لا، لأنه محب لعلي، لأنه آل البيت. نعم، فهذا ليس مبتدع. أحسنتم. لابد لا يريده. ينقل عن عمران بن حطان، ما في مشكلة. أما من تصل النوبة إلى من؟ إلى جعفر بن محمد الصادق، ينقل عنها ولا ينقل؟ لم يحتج به، مع أنه عاش في المدينة سنين. والعجيب أنه من شيوخه تلاميذ ماذا؟ جملة من تلامذة الإمام الصادق من شيوخ من؟ البخاري. من شيوخ البخاري، ولكن لم يخرج له ولا رواية واحدة. هذا أولا، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد في كتاب الثقات لابن حبان. المورد الثاني كتاب الثقات
لابن حبان المجلد اللي احنا ذكرناه مرارا، المجلد الثالث صفحة 251، يقول جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. من أهل الفضل، نعم، علما وفقها وفضلا. ولكنه انظر صاحب منهاج السنة مو النبوية وإنما الأموية، نعم، صاحب النهج الأموي. انظروا ماذا يقول، نعم، في نهجي في منهاجي سنته التي هي قائمة على أساسي، نعم، على أساس النهج الأموي. أحسنت. في المجلد منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 383، والطبعة لثمان مجلدات المجلد السابع صفحة 534، يقول: وقد استراب البخاري في بعض حديثه. كانت في نفسه ريبة من الصادق، قد يكذب، بالي، قد يضع الأحاديث، بالي. أما عمران بن حطان فهو لا، صادق اللهجة متدين. هاي القاعدة، هاي القاعدة، والآن تجدون نفس هذه القاعدة مطبقة، وسأقرأ لكم: وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطاني فيه كلام، عن سعيد، بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام. في من أكو كلام؟ في الصادق. إيه؟ محل تأمل، يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، يحتج به أو لا يحتج به. أما عمران فقد ثبت صدقه، أما أنه لا، ذاك لتدينه واشتهر صدقه، فلا يستراب في أمره. هسه إحنا من نقول بأنه البخاري أموي، بعض يقول سيدنا لماذا هذه التهم؟ يا أخي هذا مثاله، جعفر بن محمد الصادق فيه ماذا؟ إمام الأئمة، فيه كلام. لا افترضوا أحد الأئمة، هسه لا نريد إمام الأئمة، لا نريد أحد، ماذا؟ أحد الأئمة فيه كلام فلم يخرج له. أما عمران بن حطان نقي كتابه من الكذابين، بلي بلي بلي، من أولئك الذين فيهم ماذا؟ كلام، فيهم كلام. أما عمران بن حطان لا يوجد فيه كلام، لا بد أن يوصم به الكتاب. وهذا الذي أنتم الآن في المعاصرين أنتم تجدونه. قد يقول قائل: سيدنا هؤلاء متقدمين معاصرين هكذا يتعاملون، هذا كتاب إن صدقوا مقلدي النهج الأموي والمدافعين عن بني أمية فليكذبوا، فليتبرؤوا من هذا الكتاب ومن صاحب هذا الكتاب. كتاب تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام، تأليف إبراهيم سليمان الجبهان، دار السقيفة القاهرة. حتى يتضح للمشاهد الكريم أيضا الطبعة المطبوعة، الطبعة الرابعة سنة 1419. انظروا ماذا يقول هذا الرجل في المقدمة تماشيا مع النهج الأموي. يقول رابعا، التفتوا جيدا أيها المشاهد الكريم، هذه الكلمات التفتوا إليها جيدا، هذا هو النهج الذي يسير عليه بعض هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات الأموية. يقول: لقد قرنت اسم جعفر بن محمد بعلامة استفهام في غير موضع من هذا الكتاب. من أذكر اسمه أخلي يمه شنو؟ علامة استفهام، لأنه فيه شنو؟ فيه كلام، فيه كلام، نعم، تصحيحا للخطأ الشائع الذي وقع فيه كثير من أرباب التصانيف بإلصاقهم كلمة الصادق باسم المذكور. وقد أخطأوا في نظري، بلي بلي، يقول بأنه تصحيحا للخطأ، هو ما يقول، هو نعم، تصحيحا للخطأ، هذا ما كان صادقا، لم يكن صادقا، فيه كلام، نعم، وضاع لعله، نزل الوحي بعد، بلي هذا ابن تيمية عندما ينقل، نعم، أن البخاري استراب فيه. إذن بعد كافي بعد، لأنه إمام هؤلاء مو رسول الله، إمام هؤلاء البخاري والأمويين. أحسنت. وإلا رسول الله قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. منافق، جيد. قال تصحيحا
للخطأ الشائع الذي وقع فيه كثير من أرباب التصانيف بإلصاقهم كلمة الصادق باسم المذكور، مذكور بعد نكرة باعتبار نكرة، وجعلها لقبا له وعلن عليه. التفت، والواقع أن هذه التسمية أو بالأصح هذه التزكية، لأن أنت عندما تقول صادق يعني زكيته. ماذا؟ يعني زكيته. ما كان ينبغي أن تطلق على شخص حامت حوله الشبهات. لا إله إلا الله، اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء. هذا هو المذهب الأموي الحديث، هاي الأموية الحديثة التي أنتم تجدون الآن أصواتها على المنابر والمساجد والفضائيات. أيها المسلمون، أفيقوا أفيقوا أن هؤلاء الأمويين الجدد سرقوا الإسلام، سرقوا نظرية السنة والجماعة منكم. نظرية السنة والجماعة ليست هذه. أحسن. نظرية السنة والجماعة أهل البيت، يحبون أهل البيت، واقعا يجلون أهل البيت، لا يعتقدون بإمامتهم فلا يعتقدهم أحرار، ولكنهم ماذا يحبون؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. في القربة، هذا نص القرآن، ولكن هؤلاء لا يعرفون من القرآن شيئا، لأن هؤلاء أشرب في قلوبهم حب بني أمية. قال: ما كان ينبغي أن تطلق على شخص حامت حوله الشبهات وكثرت فيه الأقاويل ونسبت إليه أقوال، اسمعوا أيها المسلمون، مشحونة بالزندقة والإلحاد. وهو أول من حارب الزندقة والإلحاد في زمانه، لأنه إذا صح صدورها منه، ونرجو أن لا يصح ذلك، وإلا هو بالنسبة إليه ماذا؟ صحيح. صحات. نعم. فتسميته بالصادق تعني ضمنا تصديق كل ما جاء به من الإفك، وإذا لم يصح صدورها منه فتسميته بذلك التزكية لا داعي لها، حتى لو لم يصح أنه كان زنديقا، فلماذا نسميه؟ لماذا نزكيه يعني؟ ولذا قال: ولا محل لها من الإعراب، صار فقيه الآن مولانا، وتركها أحوط شرعا. لا إله إلا الله. ولذا أنتوا انظروا إلى بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل العلم ويخرجون على الفضائيات، والله لا يجيء على لسانهم جعفر بن محمد الصادق، دائما يقولون جعفر جعفر بن محمد، جعفر جعفر صادق لا يأتي، وإذا أجت تأتي ماذا؟ عرضا، حتى يوهموا ويلبسوا على القارئ، وإلا قلبا لا يعتقدون أنه ماذا؟ يخشون أن خلاف ارتكبوا أن يبغضوا أئمتهم. بلي 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 بلي. زد على ذلك. خب هسه عرفنا أنه من حيث العقيدة كان الإمام الصادق بنظر هذا الإنسان الأموي كان فاسد العقيدة، من حيث الأخلاق شلون كان الإمام الصادق؟ يصدق الإنسان كأن الناس نيام وهو يتحدث عليهم لا عقل يقول لهم. زد على ذلك أنني لم أكن أول من شك في سلوكه. لا إله إلا الله. كان من الناحية الأخلاقية إنسان كان سلوكه منحرف، هذا هاي النظرية الأموية. يريد أن يكذب مجموعة الأمة التي دانت له بالفضل. واقعاً ما أدري ما أدري، الآن كتبت مئات الكتب في بيان مناقب ماذا؟ أنه أفضل أهل زمانه. ابن حجر يقول الصادق، الذهبي يقول الصادق. يقول: زد على ذلك أنني لم أكن أول من شك في سلوكه، فقد كنت مسبوقاً إلى ذلك ممن عاصروه وشاهدوا بذخه وترفه وقبوله العطايا من شيعته وهي محرمة عليه. أنا لا أعلم هاي الفتاوى من أين تخرج، لأنه لم يكن ممن يستحقونها شرعا، لأنه بني أمية وبني العباس كان يستحقونها، غمو ويستحقوها، حتى قيل أنه اشترى دارا في البصرة بمبلغ 30,000 دينار عدا ما كان ينفقه على الدعاة والمبشرين والجمعيات السرية التي عاثت في كيان الأمة فسادا وتخريبا. لأنهم حاربوا الشيطان الأموي فلا بد أن لا يرتضيهم هؤلاء. هذا هو نظر الأموية المحدثة والجدد في من؟ في أهل البيت. صوت في أهل البيت. أحسنت. نقف إلى فاصل. جيت. نعود إلى نفس النقطة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. We'll be right back.
نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحيي سماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. نعم، تسمحوا لي توقفتم نعم قبل الفاصل. في الواقع بأنه كلمات هذا الرجل كثيرة والوقت لا يسع، ولعله في مناسبة أخرى أشير إليها، ولكنه ما دمنا وصلنا إلى هنا لا بأس أن أشير إليها. وقعا في صفحة 136 انظروا ماذا يقول عن علي أحد العشرة المبشرة بالجنة وأحد الصحابة بعد، لا يوجد شك. يقول: يقولون أن الحكم لو كان بيد علي وذريته لأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم لبنا وعسلا ومنا وسلوى، وهذا علي تولى الخلافة ومكث فيها 5 أعوام أو تزيد، فهل أكل الناس في عهده وشربوا إلا دماء الأبرياء وعرق الضعفاء ودموع الثكالى واليتامى والبؤساء؟ ويا ليت أن هذه الدماء وذلك العرق وتلك الدموع قد سالت في فتوح إسلامية. هذه نص كلمات أو مضمون كلمات ابن تيمية. أحسنت. نعم، ويتذكر المشاهد قرأناها فيما سبق: ومن أجل تحرير بلاد واقعة تحت نير الكفر والكافرين إذن لتغير وجه التاريخ. هذا هي الأموية المحدثة والأموية الجديدة. نموذج آخر، الوقت لا يسع، أنا بودي أن المشاهد الكريم يمشي معي بسرعة. نموذج آخر حتى يعرف الناس من هو محمد بن عبد الوهاب حتى يتعرفوا عليه. مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الشخصية المرموزة المبهمة، والآن لا أريد أن أقف عند مستواها العلمي لأنه لا قيمة لها في البحث العلمي، ولكنه أريد أبين النهج. والبعض يسأل أنه لماذا لا تقولون شيئا عن محمد بن، في هذه الليلة قليلا لدقائق أتكلم عن محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب كما نعلم هو من هذه المدرسة الحديثة ومن مقلدي ابن تيمية، لا مجتهد هو ولا شيء آخر، وإنما يعرف بعض كلمات ابن تيمية. نفس النهج، هذا نموذج آخر، عندما يصل إلى علي وأتباع علي تجده يسمهم ويصفهم بكل شر، وعندما يصل إلى بني أمية يصفهم بكل عزة ومنعة وصلاح وخلافة إلى غير ذلك. قد يقول تشابهت قلوبهم. قال أحسنتم. قد يقول لقائل: سيدنا اقرأ للعبارة في أي صفحة؟ يقول في كتابه مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد عبد الوهاب المطبوع سنة 1422 من الهجرة دار الكتاب السعودي في صفحة 226، يقول: وفيها ذكر أهل العراق عثمان بالسوء، ثم دخلت السنة 33، الطبعات مختلفة، بيودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى هذا الموضوع، حوادث سنة 33، وفيها ذكر أهل العراق عثمان بالسوء وتكلموا فيه بكلام خبيث في مجلس سعيد بن عامر، فكتب في أمرهم إلى عثمان، فكتب يأمره بإجلائهم إلى الشام، فلما قدموا على معاوية أكرمهم وتألفهم ونصحهم، فأجابه متكلمهم بكلام فيه شناعة ثم نصحهم، فتمادوا، التفتوا إلى التعابير، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم. إذن هؤلاء بماذا وصفوا؟ أنهم أهل الغي، أهل الجهالة، والشر. أهل ماذا؟ شر. أهل الشر. سؤال أيها المشاهد الكريم، هذه العناوين هل تدل على الانتقاص، تدل على المدح أو على الذم؟ حتما كلها ذم وانتقاص، كلها ذم، بل أعلى درجات ماذا؟ الذم والانتقاص. أقرأها: فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم، فنفاهم معاوية عن الشام. خب أخي العزيز، واقعا من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم؟ يقول: وكانوا 10. التفت الدكتور، من هؤلاء 10؟ كميل بن زياد أقرب المقربين للإمام علي عليه السلام، والأشتر النخعي، مالك الأشتر، بلي مالك بن يزيد، وعلقمة بن قيس النخعي، وثابت ابن قيس النخعي. هذول حواري من؟ حواري علي بن أبي طالب. نعم، تبين هؤلاء كلهم ماذا؟ شر. أهل الغي والجهالة والشر.
وثابت بن قيس النخعي وجندب بن زهير العامري وجندب بن كعب الأزدي وهو صحابي والآن أقرأه، وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي الذي قتله ماذا؟ معاوية الذي هو من الصحابة أيضا، وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان وابن الكوى فأووا إلى الجزيرة واستقروا بحمص حتى كانت الفتنة التي قادوها لقتل ماذا؟ لقتل عثمان. أنا السؤال عندي هنا للمشاهد الكريم بيودي، يوجد في هؤلاء صحابيان، الصحابي الأول وهو ما ورد في الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هناك في الجزء الثاني صفحة 252 جندب بن كعب الأزدي قال له صحبة، إذن هذا صحابي. الصحابي الثاني ما ورد في الإصابة بنفس الطبعة المجلد السابع، لا أطيل على المشاهد، في صفحة المجلد السابع صفحة 373 قال له صحبة. إذن وصفهم محمد بن عبد الوهاب بماذا؟ بأهل الغي والجهالة والشر. سؤال، ما هي القاعدة التي يعتقد بها النهج الأموي؟ يعتقد بالنهج الأموي بقاعدة يقول من انتقص صحابيا فهو زنديق. هذه مبانيكم، نحن لا نعتقد، ولكن من باب الإلزام إن كنتم لا تقولون لا، إذن جيد جدا اتفقنا، أنتم تقولون أن لو لا يصح أن يمس ماذا؟ أي صحابي. ما هو الكلام؟ ما هو الدليل؟ التفتوا جيدا، هذه هي الإصابة للدكتور يعني للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر الدكتور عبد الله عبد السند حسن يمامة، هناك في الجزء الأول صفحة 524 يقول ثم روى بسنده إلى أبي زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، أي أحد كان، نعم. حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان هؤلاء الذين كانوا أتباع علي، نعم. لأنه أن يكون شيعة علي صاحب بدعة، قال فاعلم أنه زنديق. التفتوا إلى العبارة الجديدة، إذن عبد الوهاب زنديق على هذا المبنى، لو ترفعوا اليد عن هالمباني ما عندنا مشكلة، نعم. وذلك أن الرسول حق إلى آخره، هذا من يقوله؟ ها؟ الإصابة ابن حجر، نعم. وكذلك ما ورد في السنة للخلال لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال المتوفى 311 من الهجرة في المجلد الأول صفحة 477 قال وقال أبو عبد الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تنقص أو ليس تنقص، أن يكونوا أهل جهل وشر وغي. من تنقص يعني لو الآن واحد سمعتم من عندنا قلنا أن أبا بكر وعمر وعثمان أهل جهل وشر وغي، ماذا تقولون؟ يقولون يسبون الصحابة، نعم، وكافر وزنديق، وتقولون كافر وتقولون زنديق وتقولون لابد من إقامة الحد عليه وتقولون وهؤلاء أيضا صحاب، نعم، لهم صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء. إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله، يقول إسناده صحيح هذا الخبر، ما أدري واضح؟ نعم. إذن محمد بن عبد الوهاب له خبيئة ماذا؟ خبيئة سوء. هاي من المورد الثاني، والمورد الثالث بعد هذا من معاصريكم بعد، مو من عندنا هذا، نعم، هذا من المعاصرين، نعم، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، شرح فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين من الأعلام المعاصرين، نعم. ومن رؤوس الأمويين المعاصرين، ينقل كلام أحمد بن تيمية، نعم. أحمد بن حنبل، نعم. يقول ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا،
وكل بدعة ضلالة. فإذا محمد بن عبد الوهاب ماذا؟ من أهل البدعة. من أهل البدعة، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. يقول ابن جبرين، يقول من تنقص أحدا من الصحابة، يعني عابه أو ذكر مثالبهم أو مساوئهم أو نحو ذلك، فإنه يعتبر بذلك قد ابتدع وتعدى على حرمة الصحابة. طيب، هذا وصفهم بالغي والشر والغي والجهالة. والشر والجهال، جيد. هذه عندما تصل النوبة إلى الصحابة، لا وين إلى أتباع علي وإن كانوا ماذا؟ صحابة. يعني من تكون شيعة علي ومحب لعلي بعد جرم لا يعادله أي حسنة، حتى لو كنت صحابيا بعد يرحمك أو لا يرحمك؟ أبداً. لا يرحمك. أما تعال معي إلى بني أمية. نعم. في نفس الكتاب صفحة 234، شيخ محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب اللي بعد المداخلات أستمع لها، مختصر سيرة الرسول، نفس الكتاب صفحة 234، في حوادث سنة 60، يقول فمات فيها معاوية واستخلف معاوية ابنه يزيد، وبعد يزيد ماذا؟ ولما فاجتمع الناس بعده على عبد الملك بن مروان، فمات واستخلف ولده الوليد، وفي أيام ثم ولي بعده أخوه سليمان واستخلف عمر بن عبد العزيز، ثم مات ثم تولى بعده يزيد بن عبد الملك، ثم تولى بعده أخوه هاشم بن عبد الملك، وثم تولى بعده ابن عمه يزيد بن عبد الملك. يعني خلفاء ماذا؟ بني أمية. الخلفاء السفيانية، الفرع السفياني والفرع ماذا؟ والفرع المرواني. نعم. كلهم هؤلاء، انظر ماذا يقول فيهم. يقول وبعده انقضت الخلافة التامة. إلا كانت هاي خلافة رسول الله. هؤلاء الفسقة الفجرة النواصب، هؤلاء ماذا؟ هم خلفاء رسول الله، بل أكثر. ولم تجتمع الأمة من بعده على إمام واحد إلى اليوم، وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم النبي في الحديث الصحيح. لا يزال أمر هذه الأمة عزيزا، ينصرون على من ناوأهم. وفي لفظ لمسلم إن هذا الأمر لا ينقض حتى يمضي فيهم وعند البزار إلى آخره. إذن الاثنى عشر الذين وعد بهم رسول الله، نعم، وبشر بهم إسماعيل وإبراهيم، من هم؟ باعة الخمر والأصنام، باعة الخمر والنواصب والفسقة وأهل الفجور، والذين لعنهم رسول الله، لأن رسول الله لعن ابن أبي العاص والحكم، لعن الحكم ابن أبي العاص، ومروان ماذا؟ في ظهره، نعم، في صلبه، والروايات ستأتي بعد ذلك. يعني الملعونون على لسان رسول الله هم الممدوحون على لسان من؟ محمد بن عبد الوهاب. وهم الأئمة الاثني عشر. والممدوحون على لسان رسول الله هم أهل الغي والشر والفسق والفجور على لسان من؟ على لسان محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله. نعم، لا إله بس إذا كان عندنا وقت دكتور بعد إن شاء الله. نعم نعم، إذن إحنا نعم، إذن من الآن نأذن للأخوة والأخوات بالاتصالات. نعم نعم، الآن إن شاء الله بإمكان المداخلة. نعم، إذن سامح سيد، تحصل من هذا الكلام الخطير الذي تفضلتم به كم هو يعني الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رسول الله ما أوصى بأهل بيته خيرا وبمحبهم خيرا، بل أوصى بأعدائهم وقاتلهم خيرا. يعني ما الذي أدى بالمسلمين إلى هذه النتائج؟ الواقع الآن، أنا ما الذي تعرفون دكتور، لا أدخل في الأسباب والعلل الآن، إذا عندنا وقت المخرج أقول، إذا عندنا وقت حتى أدخل بحث آخر. نأخذ الاتصالات إذا سمح سيد. نعم، معنا الأخ عمر من سوريا، تفضلوا. نعم تفضلوا أخ عمر. عمر من سوريا تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا. كيف حالك سيدنا؟ مرحبا بكم، تفضلوا. كيف حالك دكتور؟ حياكم الله، تفضلوا، بارك الله فيكم. لدي مداخلة بسيطة. نعم تفضلوا. عن الصحابي الجليل عمرو بن الحمق. نعم، يأخذ الوقت كله. طيب تفضلوا. نعم، قال. نعم، يظهر الوقت، اتصال مو واضح، إذا ممكن اتصال آخر يعني صلى الله عليه وآله. نعم يعني بإيجاز، تفضلوا أخي مولانا الكريم. أخي العزيز، الوقت عندنا دقائق مولانا، تفضل تكلم أخي العزيز.
نعم نعم من ظهر أن نعم معنا من المملكة العربية السعودية، لم أسمع اسم المتصل. نعم نعم أبو السلام قيس. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. في 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 نفس الموضوع. نعم. موضوع الترحم على معاوية والاعتداد به. نعم. يقول الإمام أبو بكر الحسيني منتقدا ابن حجر الهيتمي المكي في كتاب على تأليف كتابه تطهير الجنان، يقول: لا تنكروا جمع تطهير الجنان ولا مدحا به كذبا في من بغى وفجر، فإنما طينة الشيخين واحدة، ذاك ابن صخر وهذا المادح ابن حجر. ويقول منتقدا البخاري: قضية أشبه بالمرزئة، هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، ومثل عمران بن حطان أو مروان وابن المرأة المخطئة، مشكلة ذات عوار إلى حيرة أرباب النهى ملجئة، وحق بيت يممته الورى مغذة في السير أو مبطئة، إن الإمام الصادق المجتبى بفضله الآي أتت منبئة، أجل من في عصره رتبة لم يقترف في عمره سيئة، قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة. وهذا الإمام أبو بكر ابن شهاب الدين الحسيني من أئمة أعلام السادة العلويين بحضرموت، وتوفي سنة 1341 هجري. نعم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة شكرا الله. على بارك الله. الله فيكم، شكرا لكم على هذا التوضيح وهذا المداخلة. معنا الأخ حيدر من العراق، تفضلوا. أخ حيدر تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا. تفضلوا أخي العزيز. سيدنا بلز، احنا عندنا رجاء لك، احنا من العراق، ان شاء الله تلبونا هذا الرجاء. تفضلوا. نعم. تفضل. سيدنا، تعرفون وضعية الكهرباء بالعراق، ويعني البرامج مدى اللحظة التابعة البرنامج، فيا ريت من قناة الكوثر ان تعرض لنا البرنامج على اكثر من قناة لهم يشاهدونها جمع كبير من المسلمين. طيب يعني طيب شكرا لكم. يعني يقول نحن بسبب مشكلة الكهرباء في العراق لم نستطع من متابعة البرنامج جيدا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن القنوات الأخرى والفضائيات الأخرى أيضا تأخذ هذه الحلقات وتبثها، لعله ينتفع بها أكبر عدد ممكن من الإخوة والأخوات في كل العالم الإسلامي والعربي. نعم، شكرا لكم جميعا. إذن نعم نعم سامح. طيب نعم، بالنسبة نعم، إذا لديكم كلمة أخيرة تفضلوا. يعني الوقت انتهى، لأن ما أعرف. عندنا خمس دقائق. لا خمس دقائق، لا ندخل بموضوع جديد. جيد يعني تفضلوا. بلي نعم. بلي. نعم تفضلوا. من القواعد الأخرى، أنا ما أدري لماذا بعض الإخوة يقولون مداخلات كثيرة، بعض الأخوة نقول افتحوا المداخلات يقولون بأنه سيدنا عندنا وقت، يعني هذا التداخل لماذا ده يحصل عند الإخوة والمخرجين؟ نعم لا أعلم. نعم إذا يعني أنا تأتيني اتصالات كثيرة، سيدنا هيئوا أعطوا وقت أكبر البرنامج للمداخلات، ولكن عندما نعطي لا، أنا ما أجد أن الوقت لا يسع، انتهى البرنامج. أحسنت. طيب بل. طيب نعم، معنا أخ سيد من السعودية، تفضلوا. سيد من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. كيف حال المشايخ؟ حياكم الله، تفضلوا. أهل. والله لي تعليق بسيط بس لو سمحت. طيب تفضلوا. والله أن الشيخ الحيدري الآن يطرح شبهات على ونحن عامة لا نفهم شيء، سواء شيعة أو سنة. طيب. فلماذا لهذه الشبهات وهذه الآراء التي يراها صحيحة، لماذا لا يذهب وينظر شيخ جليل مثل الشيخ عدنان؟ يعني أخي الكريم، هذا الكلام المكرر الذي شكرا لكم. ليس لكم يظهر كلام آخر تقولونه، سبحان الله، وكأنه ليس لكم كلام ولا حجة. طيب. إذا أراد من أراد فليتصل مولانا، ما في مانع، هذا البرنامج مفتوح، الوقت موجود، فليتصل من يشاء، من يريد. ولماذا يخص بها شخصا ويخاطب بها الجميع؟ الحديث ما موجه أخي العزيز إلى شخص معين حتى أنه فلان أو فلان، ليس الكلام، وإنما حقائق نضعها
بيد أهل التحقيق. أنت من العوام لا تفهم، لا تسمع البرنامج، مو مضطر تسمع البرنامج أخي العزيز. إحنا هذا كلامنا، ونعتقد أنه كثير بل مئات الآلاف بل الملايين من المسلمين ومن المثقفين والأكاديميين وأهل العلم يفهمون ما نقول. هسه أنت لا تفهم، لا تسمع إلى هذا البرنامج. نعم نعم نعم. معنا الأخ أبو جعفر من العراق، تفضلوا. تفضلوا أبو جعفر. أبو جعفر من العراق تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ورحمة الله. سيدنا، سؤالي بخصوص على الحلقة الفاتت. طيب. عن حديث الثقلين. طيب. الثقلين مرتبط ببرنامج آخر. نعم، هذا خاص ببرنامج الأطروحة المهدوية. نعم. أخي العزيز، أخي العزيز، اسمعني اسمعني أخي العزيز، اسمعني. فيما يرتبط بحديث الثقلين مرتبط بليلة الاثنين، إذا عندك مداخلة خليها إلى ليلة الاثنين. تعلمون أننا لا نوافق على أن يصير تداخل بين البرامج. طيب نعم، شكرا جزيلا الأخ الكريم. نعم، أبي جعفر من العراق. وبالنسبة للأخ، نعم، معنا الأخ حيدر من العراق، تفضلوا أخ حيدر. أخ حيدر تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا نسمعكم. بالنسبة لمعارض السيد في كتاب تلفيز السلام لإبراهيم الجفان عن الإمام الصادق عليه السلام. نعم. أنه كان تفار حوله الشكوك وتنسب إليه أقوال الزندقة، لما لا يشير لتلك المواضع؟ وفي أي كتب نقلت مثلا؟ إن القارئ يجب أن يعرف مصدر هذا الكلام، وهي مجرد تهم توجه للإمام سلام الله عليه. وهل يمكن أن يجد أحد مصدرا لمثل هذا الكلام حتى نقول أين مصدره أخي العزيز؟ نعم. وهل يوجد لمثل هذا الكلام مصدر؟ وهل يوجد أحد يقول هذا الكلام؟ ولكنه يلقون هذه الكلمات بلا أي دليل. نعم. وبلا أي استناد. أحسنتم، واضح أنه مصدره ابن تيمية. المهم أنه مصدره النهج الأموي. مصدره معنا واثق. سماح السيد عفوا، معنا آخر اتصال، أخ واثق من فنلندا، تفضلوا. تفضلوا أخ واثق. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم تفضلوا. تفضلوا بإيجاز، تفضلوا. يعني كلمات مختصرة. نعم. احنا من خلال متابعتنا إلى البرنامج ومن خلال متابعتنا للبحوث اللي تطرحها سماحتكم، نجد كأنه كل من وقف في وجه علي بن أبي طالب عليه السلام قد أخذ حظوة كبيرة عند للأسف أهل السنة والجماعة. يعني عائشة لما وقف في وجه علي كان لها حظوة كبيرة في كتب المسلمين وصفات المسلمين. نعم. معاوية لما وقف في وجه علي بن أبي طالب كان له نفس الحظوة في كتب المسلمين، وكأن ما قامت به عائشة هي تزكية لدين عائشة، علما أنها هي التي طيب. أخطأت واعتذرت. لا 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 لا, 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 لا كلام أخي العزيز، الآن ليس حديثنا في أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولا علاقة لنا الآن ببحث عائشة. نعم كما تقول، ليس عند أهل السنة والجماعة هذا التعبير خطأ، وإنما عند المنهج الأموي. من عادى عليا نعم. فكانت له حظوة عند النهج الأموي وفي هذا الزمان أيضا كذلك. وإلا علماء المسلمين الآن عندما تسمع إلى الأزهر إلى المغرب إلى مناطق أخرى تجد أنهم يحبون أهل البيت. أحسنتم. نعم. أهل البيت. شكرا لكم سماحة الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام جميعا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.